دكتور عماد، ما الذي سيناقش في هذه الزيارة؟ هي زيارة مهمة وأولى من نوعها منذ سنوات بكل تأكيد، ولكن في هذا التوقيت الحساس على ماذا ستركز وما الدور الذي يمكن لمصر أن تلعبه لمنع اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل يمكن أن تجر المنطقة بأسرها إلى التصعيد؟ مساء الخير أستاذ ضحى، لحضرتك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. يعني عادة يعني آخر زيارة لمسؤول إيراني للقاهرة، لا ننسى أنها كانت في زمن سنة حكم الإخوان فقط لا غير، وما دون ذلك فالعلاقات كانت تأتي وتذهب ومتوترة ومتأرجحة والخلافات شديدة بين البلدين. عادة حينما تكون هناك تحركات لأهداف تتعلق بحفظ الأمن والاستقرار، عدم توسيع الحرب إقليميا، عادة ما تكون هناك خلفية لمثل هذه الاتصالات، وهو ما لم نراه في العلاقات المصرية الإيرانية. بمعنى يمكن أفهم أن العلاقات المصرية التركية تحسنت وتطورت ووصلت إلى درجة زيارة متبادلة للرئيسين، وبالتالي أن تقوم مصر وتركيا على سبيل المثال ببحث منع الانفجار، ببحث القيام بدور ما، مقبول. لكن بالنسبة لإيران يعني بصراحة شديدة، مصر خسرت أكثر من 6 مليارات دولار من دخل قناة السويس البالغة 10 مليار دولار في السنة نتيجة قصف الحوثي للسفن المرة بصواريخ إيرانية والحوثي ذراع إيراني. فما هي المصالح المشتركة التي يمكن العمل عليها؟ ماذا تريد إيران أصلا من مصر وما يمكن لمصر أن تقوم به؟ يعني إيران يمكن من خلال الأوروبيين، من خلال لكن دكتور عماد جاد، سؤال توصيل رسائل، ما الذي تبحث عنه إيران في يعني لدى مصر؟ ما الذي تريده في هذه الزيارة من مصر بالتحديد؟ كما تقول حضرتك هناك تأثير كبير على الاقتصاد المصري جراء استهداف الحوثيين للملاحة البحرية، مصر تتأثر بشكل كبير، وبالتالي إيران تذهب لمصر لتقول ماذا؟ تريد مساعدة، تريد دعم، تريد تنسيق، كيف؟ يعني أنا لا أتصور ذلك لسبب بسيط للغاية، لأن ما هي الأوراق التي بيد مصر لكي تلعبها؟ هل مصر يمكن أن تقوم بدور وساطة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هناك توتر في العلاقات المصرية الإسرائيلية، هناك خلاف. لكن دكتور صادقيان قال أن واحدة من أهداف هذه الزيارة هي التنسيق لوقف النار في غزة وفي لبنان، أليس هذا ما تقوم به مصر بالفعل من دور للوساطة خاصة في الملف الفلسطيني؟ هي مصر منذ البداية ومنذ تفجر الصراع وهي تقوم بهذا الدور وتبذله، لكن السؤال هو أن الطرفين في الفترة الأولى كانت إسرائيل وحماس ترفضان هذه الجهود، وحينما تقدم مصر وقطر ورقة كل طرف يضع عليها تحفظات الطرف الآخر يرفضها. الآن الجانب الإسرائيلي خلاص رفع كل الأوراق من على مائدة المفاوضات، دخل في خلافات مع مصر ولا يقبل أي شيء يتعلق بالمفاوضات. هو يقول على حماس أن تسلم سلاحها ولا بد من نزع سلاح حزب الله، وبالتالي يعني أنا لا أتصور أن بيد مصر أوراق يمكن أن تلعبها. وقيل في على لسان مراسلكم الأستاذ أحمد عثمان أنه لم يتم بحث العلاقات الثنائية، يعني ينبغي ترتيب إعادة ترتيب الأوراق الخاصة بالعلاقات الثنائية ثم بعد ذلك يمكن التنسيق. لكن هناك خلافات كبيرة في العلاقات المصرية الإيرانية، فبالتالي ما الذي يدفع القاهرة للقيام بدور ما لو كان فيه خدمة للمصالح الإيرانية إلا إذا كانت مصالح متبادلة، ونحن لا نرى مصالح متبادلة حتى اللحظة. دكتور